أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعي منبر واصل في حلقة جديدة بنستعرض من خلالها قضية بنتصور أنها بالغة الأهمية وتعزز مناخ التفاهم المجتمعي والفكري في ظل حقيقة تنوع الرؤى والاتجاهات بشأن ما يجب أن يكون عليه مستقبلنا، حيث تتنافس التصورات هنا ما بين طرح إسلامي وطرح علماني، واللذين يمثلان في النهاية التيارين الفكرين الرئيسيين في المجتمع. موضوعنا اليوم بيدور حوالين الحوار الإسلامي العلماني، والذي يكاد أن يتحول لقضية مزمنة في حياتنا الفكرية على شاكلة قضية النهضة مثلا وغيرها من القضايا. المشكلة اللي بتفرض استعراض هذا الموضوع هو تراجع مثل هذه الدعوة، ربما على وقع خبرة التجربة السابقة والتي يبدو أنها وصلت إلى طريق مسدود، وهو ما قد يكشف عنه استعراضنا التالي للقضية من خلال تناول رؤية المستشار الراحل طارق البشري، والتي قدمها في كتاب بذات العنوان صدر عن دار الشروق في التسعينات والعقد الأول من الألفية الثانية، وفي ذات الوقت ضرورتها في ظل حالة التنافر بين ممثلي التيارين على صعيد قضايا عدة من المتصور أن الحوار ربما يسهم في إيجاد أرضية تخفف من غلواء مواقف كل طرف بشأنه. الحقيقة فإن الاستعانة برؤية المستشار البشري رحمة الله عليه، رغم أنها تمثل في النهاية رؤية جانب من جوانب أطراف الجانب الإسلامي بمعنى أصح، بتأتي في ضوء غلبة التعاطي الموضوعي على هذه الرؤية وتناولها للقضية بما يمكن وصفه بنزاهة بالغة، مع ما هو معروف عن الرجل من طبع هاد، سواء فيما كان يكتبه أو فيما كان يقوله في لقاءاته العامة أو الخاصة، بتعبير دقيق يوصف هذه اللغة نقول أنها لغة العقل في أكثر تجلياتها صفاء وهدوء. ليس ذلك فقط، بل إن الراحل طارق البشري يقدم لنا فيما قد يبدو لك وكأنه يرسم لوحة فنية رحلة دخول العلمانية فضائنا العربي الإسلامي، وخاصة في مصر. طبعا قد يختلف البعض مع طرح البشري، وهذا أمر طبيعي، لكن في تصوري أنه لما أقدم على هذه العملية تجرد من عواطفه وراح يغلب العقل المطلق أو العقل الخالص. الفكرة العامة للبشري في الكتاب واللي بيبني عليها خلاصاته هي تقديم لمحة شبه مفصلة عن الظروف التاريخية اللي ظهرت فيها ما يصفه بالوطنية العلمانية. وفي الحقيقة التوصيف ده له دلالة عندي شخصية، حيث أراه ينطلق من التفهم والتقبل للآخر وليس شيطنته كما هو متعارف عليه للأسف بين ممثلي الفريقين. وعلى هذا يمكن للقارئ أن يتتبع ما يصفه المؤلف بظاهرة الوفود العلماني أو القدوم أو الدخول العلماني في مجتمعاتنا، وأن يتبين المراسي التي رست عليها مراكبي عندما هبط، وفي الوقت ذاته توضيح طبيعة الأبنية السياسية والمؤسسية الفكرية التي عبرت عنه، وأن يدرك مجال الفصام الذي حدث في أبنية المجتمع واللي أفرز في النهاية التيارين الإسلامي والعلماني. منطلقا من الوضع في مصر، بينفي البشري أن يكون محمد علي أقام نظاما علمانيا، وتتحدد رؤيته في أن البذرة اللي نبتت بفعل سياسات محمد علي لم تكن من صنع، ولا كان مما يستهدفه من تكوين جيشه من مصريين، إنما نتج ما نتج
بسبب تغير الوظيفة المؤداة بتغير الظروف اللي أحاطت بصنيع محمد علي من بعده. ويشير البشري إلى أن المحاكاة الحقيقية للغرب بدأت من عهد الوالي محمد سعيد عام 1856، وتمكنت بشكل رئيسي في عهد خلفه الخديو إسماعيل من عام 1863 وحتى عام 1879، حيث أخذ النفوذ الأوروبي يتغلغل في هذه الفترات في كل مجالات النشاط الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. وكان لمرحلة الستينات والسبعينات في القرن التاسع عشر في هذا الشأن دلالة كبيرة، حيث بدأ نوع من المحاكاة في وسائل العيش، في طرز المسكن، في عادات الحياة، بل اقتحم البيئة المحلية وفق السياق الذي يقدمه الكتاب اقتحاما، وبدأ ظهور المراقص والمشارب، وبدأ الحديث عن حفلات الرأس اللي بتقام في قصور الحكام. كان من بين نتائج الحرب العالمية الأولى كما يشير البشري إنهاء أو القضاء على آخر ما كان قد تبقى من مؤسسات التقليدية، وبدأت المؤسسات الحديثة اللي انزرعت في البيئة الاجتماعية أو استطاعت أن تمد جذورها في التربة، وساعد على ذلك أن الحرب أسفرت عن هزيمة الدولة العثمانية آخر دول الخلافة الإسلامية. في هذه الأجواء التي شرحها البشري بالتفصيل في على مدى صفحات الجزء الأول من كتابه، ظهر في بلادنا تيار علماني وطني، ورفع شعارات مختلفة، وقدم مطالب تلتقي عليها الجماهير في بلادنا. وهكذا ظهر في السياسة والفكر التيار الذي يؤثر أن يسميه البشري باسم الوطنية العلمانية. وظهر لدى هذا الجيل مشروع للنهضة المستقبلية بيصفه البشري، وهنا يبدو محاولته للحياد والنزاهة في الحكم، بأن هذا المشروع لم يكن معارض للإسلام، ولكن بيتبنى معايير الاحتكام الغربية، وبيترسم حسب تعبيره الأنساق الاجتماعية الغربية ويقررها ويجري على محاكاتها في التنفيذ. في المقابل وإذا بروز هذا المشروع واتخاذه ملمح أساسي في الحياة المصرية سواء الحياة السياسية أو الفكرية أو غيرهما، كان من الطبيعي حسب السياق الذي يريده البشري أن تبدأ الدعوة الإسلامية تتبلور في مناهج وأبنية تنظيمية لم يكن بقي من الأنظمة أو الأبنية السياسية القائمة ما يعبر عنها أو يمثلها، وبقايا تنظيمات ما قبل الحرب الأولى كانت قد ظهرت وضاقت عن استيعاب مثل هذه الدعوة. فكان ظهور الحركة الإسلامية بمختلف تجلياتها رد على هذا التطور الجديد، مع التأكيد على شمول الإسلام والذي يراه خاصية أصيلة، وهي خاصية ملاصقة لا تبارحه ولا يعود الإسلام مكتملا بغيره. وفق الطرح اللي بيقدمه البشري، بدأ الوفود العلماني صغير وأخذ ينتشر من دوائر المصالح الأجنبية لدوائر الحكم إلى المؤسسات الحديثة والنماذج التنظيمية للإصلاح، إلى الأنساق الفكرية والرؤى الحضارية والمذاهب الفلسفية، إلى مؤسسات التعليم والقضاء والإدارة والحركات الشعبية والقوى الوطنية. في ذات الوقت أخذ الموروث الإسلامي والتقليدي في المجتمع ينحسر رويدا رويدا بفعل الوفود المزاحم في كل مجالات العمل الاجتماعي والنشاط السياسي والتكوينات الفكرية من قبل التيار العلماني. كانت النتيجة النهائية أن آل الوضع إلى ازدواجية ثنائية واضحة في كل ما يتعلق بأوضاع الحياة الاجتماعية ومنها الفكرية، وبهذا التقاطع صار للهدف السياسي الواحد
كما يقول البشري تعبيران سياسيان، بمعنى آخر أن الانقسام ده بين التيارين الإسلامي والعلماني بدأ في أن المواقف السياسية المختلفة بدأ يظهر ليها مظهرين أو تعبيرين، تعبير من قبل التيار الإسلامي وتعبير من قبل التيار العلماني. ليس بذلك فقط، بل حدث انشطار داخل كل تيار. على هذه الخلفية بينتقل بنا البشري إلى جوهر الأزمة المتعلقة بالعلاقة بين التيارين الإسلامي والعلماني، وبيرى أن هناك ما يمكن وصفه بسوء فهم متبادل بين الإسلاميين والعلمانيين فيما يسمى بوضع المسألة، أي تحرير نقاط الخلاف بين النظام الإسلامي وكل من النظم الوافدة من الغرب. يمكن جانب متعلق بتقديرنا لمواقف المستشار البشري في هذا التناول وفي غيره من قضايا أخرى بتبدو في هذه الجزئية وفي إطار استعراضه لهذا الجانب، في إطار تناوله للوفود العلماني وفكرة حراكه وتبلوره في مقابل التيار الإسلامي، ينتقد البشري رؤية كثير من المدافعين عن النظام الإسلامي، مشيرا إلى أن كثيرا منهم كانوا بينظروا إلى هذا النظام بوصفه نظام سابق التجهيز، محددا تحديدا يمكن به تنفيذه فورا. شأن بيشبه هنا شأنه في ذلك بالرسوم والتصميمات الهندسية اللي تم إعدادها على الورق ولا يبقى إلا أن تنقل إلى أرض الواقع. هذه الرؤية أيضا، والتي ينتقد من خلالها البشري أصحاب الرؤية الإسلامية، يقول أنها نلحظها أيضا لدى الداعين والمحبزين لأي من نظم الغرب من مفكرين، فهم غالبا كما يقول يضعون النظام الإسلامي كما لو كان ضدا لكل النظم الغربية، وعادة ما ينتهي الأمر بهؤلاء إلى إنكار أن ثمة نظاما إسلامي. وفي طرحه بملامح الاختلاف بين النظام الإسلامي وغيره كما يقول، فإن المميز الأساسي لنظام الحياة في الإسلام عن أي نظام آخر من نظم السياسة والاجتماع الغربية كلها هي العقيدة الإيمانية، ما يجعل من المسلمة الأولى كما يقول البشري هو أن الإسلام عقيدة ونظام، فيما أن النظم الغربية أو النظم السياسية الغربية إنما تقيم نظاما دنيويا خالصا. وعلى ذلك يلخص الخلاف في أنه بيتمثل في نظام اجتماعي يقوم على الإسلام، وبين أي من نظم الغرب السياسية والاجتماعية في أنه خلاف في الجذور وفي المسلمة الأولى الخاصة بالإطار المرجعي للنظام المتصل بالعقيدة الدينية. من هذا التناول النظري واللي قدم فيه البشري تصور سهل وسلس لفكرة تسلل أو تغلغل العلمانية من لا شيء إلى حياتنا في مختلف جوانب الحياة، بينتقل البشري إلى الجانب العملي المتعلق بالحوار العلماني أو الإسلامي أو الإسلامي العلماني. وبيشير البشري، وقد كان طرفا أساسيا في هذه التجربة ومن واقع معيشته، إلى أن الأمر لم يكن حالة حوار وإنما كان أقرب إلى صراع. وفي التدليل على هذه الرؤية بيذكر أنه اعتبارا من أواخر السبعينات، حيث سادت وتسيدت وانتشرت فكرة الحوار بين الإسلاميين والعلمانيين، وأوائل الثمانينات كان هناك أمل في أن يجري الحوار في ظل بيئة فكرية وثقافية تساعد على انتعاش مثل هذا الرجاء. غير أنه ربما من عام 84 كما يذكر تحول أسلوب الحوار، اتخذ منحا آخر إلى ما يمكن تسميته الحرب الفكرية.
وفي تبريره بيقول إن الفترة دي كانت فترة تحولات سياسية كبيرة، ولذلك كان يمكن في محاولة لصرف الأنظار عن هذه التحولات أو في لشغل الانتباه، كان بدأ أن هناك بحثا عن وجوه الخلاف وليس مجالات الالتقاء أو التقارب، وعلى التنقيب على نقاط الضعف والعمل على توسيعها والنفاذ منها والتشنيع على الخصم بها. وبيذكر أنه في إطار تدليله على ما يرى أنه الأمر أصبح يرتقي إلى حد المعركة بين الإسلاميين وخصومهم العلمانيين، أنه حدة المعركة وصلت أنه خصوم الماركسيين من العلمانيين المعادين للحركة الإسلامية صاروا لا يمانعون في استخدام فروض الماركسية النظرية وتطبيقاتها كسلاح ضد الرؤية الإسلامية، ودوى من باب استخدام الضرر الأهون لدفع الضرر الأكبر، ومن باب الاستعانة بالضعيف لضرب الأقوى، وصارت هي هذه المعركة هي الحاكمة لغيره. من الأمثلة اللي بيرصدها البشري في إطار ما يصفه بالقتال الفكري اللي دار في تلك الفترة، وهنا يقدم أمثلة بالغة الدلالة، أسلوب تحويل الفكرة المجردة إلى فكرة مشخصة، أي ربط الفكرة المجردة بمؤسسة معينة أو بفرد معين. وبيقول هنا إنه على سبيل المثال تجد كاتبا يتكلم عن الشريعة الإسلامية في الأول، وبينتقل في الجملة الثانية لقوانين جعفر النميري في السودان، وبعد كده ينتقل للحديث بجهد كبير للحديث عن النميري وسنوات حكمه الأخيرة، وينشئ ما يصفه البشري قناة صناعية يتدفق منها السخط على النميري إلى السخط على الشريعة الإسلامية. وأيضا يشير البشري إلى أن الحوار أو الصراع إذا صح التعبير، لأنه بدل ما يبقى حوار تحول إلى صراع، انعكس في أشكال أخرى لتأكيد الانقسام إلى الحد اللي وصل معه الأمر إلى ما يصفه بحالة استقطاب إسلامي علماني، حيث لم تعد مثلا قضية فلسطين ولا قضية التبعية السياسية والاقتصادية ولا قضية الديون الأجنبية وتحقيق النهضة الاقتصادية هي أساس الاستقطاب، وإنما أصبح أساس الاستقطاب علماني إسلامي. إذن ما العمل؟ طبعا البشري لا يقدم في النهاية خارطة طريق للخروج من هذا المأزق، ولكنه بيقدم بعض التصورات التي يراها ربما تسهم في تخفيف أجواء الاحتقان والحد من حالة الاستقطاب. وهنا يقول في طرحه لرؤيته بشأن مسعى الحوار أن المطلوب درجة موفقة من التقبل تقتدي جهدا فكريا، حسب تعبيره، وأنا أقرأ هنا عبارته كما قالها، ينزع خواص التنافي بين الاتجاهات الفكرية الغالبة في المجتمع والشاغلة للساحة الشعبية والشائعة بين جمهور النخب الاجتماعية ما أمكن، وإنه بغير هذا الجهد الفكري وما يؤيده ويثبته من جهد حركي، فإن كل ما يقال عن الجبهات في أي من المجالات لن يغدو أن يكون ألفاظا ألفاظا ألفاظا. هو يقول البشري أن هناك من العلمانيين مثلا من يعتقدون التفكير المادي، بيؤمنوا بالتفكير المادي اللي بينكر الغيب، بينكر الإله، ولا يجد وسيلة، هو شايف أنه ما فيش وسيلة لمقاومة الإسلام بوصف الديني العقدي الغيبي إلا من خلال قنوات العلمانية اللي بتحكر الدين من حيث اتصاله بشؤون الحياة. وهؤلاء كما يرى لا غناء في الحوار معهم ولا طائل منه. البشري يلخص الهدف في النهاية، هدف الحوار وهدف إشاعة أجواء من التفاهم المتبادل، بأنه يجب أن يكون تحرير الأوطان والنهوض السياسي
والاقتصادي الاجتماعي المستقل وإشاعة الديمقراطية وضمان المساواة بين متعددي الأديان من المواطنين، سعيا لبناء تيار سياسي غالب في المجتمع بيمثل الأمة في عموميتها ويستوعب القاسم المشترك الأعظم مما تنادي به كل القوى ذات الوجود الفاعل في المجتمع، فيقوم بمهمة البيت لها جميعا وتجد كلها فيه التعبير عن جوهر ما يشغلها، وبهدف واضح هو إقامة وحدة انتماء وكفاح كبرى لا تنكر وجود وحدات الانتماء الأخرى ووحدات الكفاح الصغرى، ولكنها تديرها في فلكها وتتصل بها بوشائج التغذية المتبادلة. أعتقد أنه بهذا الطرح ربما يكون الراحل المستشار البشري قدم لمحة بالغة الأهمية في تعزيز أجواء الحوار الإسلامي العلماني، والذي ربما توقف منذ التسعينات ونحن في أمس الحاجة إليه في الفترة الحالية في ظل تزايد حالة الاستقطاب بين طرفيه، وهو ما نأمل أن يكون هذا التقديم إسهام فيه. وإلى اللقاء في حلقة مقبلة، وشكرا جزيلا.